كتير فخور اني سوري وكتير فخور اني ابن هاي الثورة فرحت كتير وانبسطت كتير بجائزة مراسلون بلا حدود بس طبعا هاي الجائزة ما بس لهادي هاي الجائزة لخالد لطراد لوسيم لشامل لباس لشحادي ولكتير من الاعلاميين اللي استشهدوا وتركونا امانة لازم نحملها اكتر شي فيني اقوله انه ان شاء الله رح نحمل هاي الامانة ورح نكمل بدربهم ونكمل على نفس طريقه ان شاء الله